اتجوزنا وفرحنا خلاص، خلصنا الزغاريت والمواسم ودخلنا في الحقبة الزمنية البائسة بتاعة تطلع بره ريحتك وحشة وبتوحم على الجبنة الروكفور اللي عمر أبوك ما دقها، هتسمي المولودة إيه بقى؟ هنسميها نزلة على اسم ستها طبعا. اختيار اسم المولود يعني مهمة قد تبدو للبعض حاجة سهلة، اسم مناسب ننادي به الطفل، والمهم يكون مفهوم وليه معنى معروف في ثقافتنا وبيئتنا وديانتنا. بس حاليا الامر ما بقاش كده، وخصوصا في السنوات الاخيرة اللي اصبح فيها عملية اختيار اسم مولود اشبه بعملية عسكرية محتاجة دراسة وتخطيط واختيار يرفع راسنا قدام الاهل والاصدقاء وجميع حبايبنا في البلد نفر نفر. خليني بس في البداية اقول لك حاجة مهمة هكررها تاني بعد شوية عشان ما تزعلش مني، انا في كلامي مش مع او ضد، ومش بنكر حقك في اختيار اي اسم تشوفه مناسب لابنك او بنتك، او حتى لو هتسميهم على اسم اخر دواء كحة شربته قبل ما يتولدوا. التناول ده الهدف منه المناقشة وتوضيح نقط كتير متعلقة باختيار اسم المولود من الناحية الاجتماعية وتأثيره على نفسية اطفالك فيما بعد. انما في النهاية كل واحد حر بقى يختار الاسم المناسب لاولاده، ومش من حق اي حد ايا كان انه يسخر من اسم اخترته لابنك او بنتك. ده لو افترضنا ان الناس فعلا هتلتزم بالحق ده. يعني اسمك ايه؟ تفاهة. ايه؟ تفاهة. ايه؟ تفاهة. مالك فخور قوي؟ امال لو اسمك اشرف كنت قلتها ازاي؟ تفاهه. شوف انا معاك انك ممكن تسمي ابنك شجره مثلا لو عاوز، انا ما قلتش نخله، مفيش سبب شرعي ولا عرفي يفرض عليك اسماء معينه او يمنعك من اسماء معينه، الا مثلا لو قلنا بلاش تسمي ابنك اسم من ديانه تانية مثلا وما ينفعش تستخدمه في ديانتك. بس خلينا نتساءل، هل عمليه اختيار الاسم مهمه قوي كده؟ اكيد طبعا، الاسم اللي هيفضل لازق فيك وفي ابنك العمر كله لازم تختاره بحيث يكون اسم معبر ومفهوم ومعروف في ثقافتك وسهل الناس تتقبله وتستخدمه عشان تنادي ابنك بيه. والاسم ده ممكن يكون سبب لمشاكل نفسيه واجتماعيه كتير تواجه ابنك في المستقبل، خصوصا وان للاسف الثقافه العامه للشعب خفيف الظل بتاعنا ممكن تخلي ابنك يبقى مقلشه لمجرد ان اسمه غريب شويه او قديم شويتين. ومع تدهور الوعي المجتمعي فالامر ممكن يوصل في بعض الاحيان ان عريس يترفض لان اسمه غير مقبول اجتماعيا، وحتى لقب العيله ممكن يبقى مشكله. بنشوف احيانا على لافتات انتخابيه وعيادات الدكاتره اسامي ممكن تبقى مثار سخريه زي البغل والجحش، بس بتكون مضطرة تتعامل مع الاسم حتى لو هو اسم عيلتك وخلاص، الغلطة حصلت ومفيش سبيل لتغييرها يعني. انما مش منطقي طبعا تكررها مع اولادك. انت وسخت اسم العيلة وعيلتي العيلة، اسم سلطح وملطح والنشاشي، وخليت رقبتي زي السمسمة. وانا هنا مش هعرض عليك الاسماء الممكنة لان ده عاوزني افتح له قناة لوحده، وانما خلينا نقول يعني ممكن نتجنب بعض الاسماء القديمة اللي ما زالت بعض الناس بتتوارثها لحد دلوقتي وممكن تسبب مشاكل، او مثلا بعض الاسماء اللي لما تناديها او تضيفها في جملة مفيدة توديك في حته تانية خالص. انت من الصعيد؟ ايوه يا بيه. واسمك ايه؟ نصيبه فتحي. اسمك نصيبه فتحي؟ ايوه يا بيه. وسموك نصيبه ليه؟ عشان اعيش يا بيه. وزي ما شفتم ده كان احد المعتقدات الغلط زمان، كانت الستات لما تتعرض للاجهاض المتكرر او وفاه المواليد بعد الولاده مباشره فكانوا يسموا المولود اسم قبيح، معتقدين ان ده هيخليه يعيش زي نصيبه كده، او مثلا ولد جاي بعد بنات كتير فيسموه شحاته، وهم معتقدين ان كده ربنا هيشحته لهم مثلا. دي كانت معتقداتهم. طبعا هتقولوا لي ان مع الوقت وانتشار الثقافه فالمفروض يعني ان الاسماء دي انقرضت، هقول لكم يعني ويا للمفاجاه ما انتهتش ولا حاجه، بالرغم من ان ده قليل بس بيحصل. يعني تدخل حضانه لاطفال في عمر الظهور وتلاقي الاطفال او المس بينادوا على واحد اسمه عباس. عباس ليه بعد الشر؟ اصل اسمه عباس السيد عباس، وطبعا ده لوحده تفسير كافي يعني. مرجان احمد مرجان، قولي لي يا مرمور. وهنا لازم نذكر ان العلماء اختلفوا حوالين منشأ الفكرة العتيقة اللي بتقول ان المولود لازم يتسمى على اسم جده ولا جدته ولا اخر اموات العيلة تخليدا لذكراه العظيم. انا شخصيا مش فاهم ايه الانجاز اللي ممكن يسعدني ويحسسني بالفخر في ان ابني لما يكبر ويتجوز ويخلف يسمي ابنه على اسمي، ولما حفيدي ده بقى يكبر ويخلف تطلع في دماغه فكرة جديدة لانج بقى ويسمي ابنه على اسم ابني انا. عادي يعني، عشان الاسم بيعمل زي رقعة الشطرنج، ابيض واسود وابيض واسود ابيض واسود، وكرر من غير ما تزهق يا عم الحاج. بعض الناس بيعتبروها نوع من تقدير للأب، لفتة إنسانية لطيفة يعني بيقول فيها لوالده إنه بيعتز بيه وبيتمنى لو ابنه يطلع زيه، أو على الأقل يعني يمنحه اسم أبوه من باب الاعتزاز. كل ده ممكن يكون مقبول إذا كان تقديرك للوالد أو الوالدة ما فيهوش تكدير لابنك وأمه وإخواته والسلم العام. ما مالهاش دعوة ده إيه؟ تستنى على اسم ستها. ستها؟ أيوة ستها، ولا مالهاش اسم ستها؟ وفي مقابل الاسماء القديمه والغير مالوفه طلعت علينا موضه عجيبه الشكل والمضمون من كام سنه، معرفش من كام سنه بالظبط يعني، بس هي موضه وطلعت وخلاص وتفشت ومحدش عارف يواجهها ولا يسيطر عليها لغايه دلوقتي. الاسماء الجديده والغريبه والغير مالوفه، من اول ما نقول مبروك المدام حامل وتبدا عمليه البحث في اسماء صبيان وبنات تحت شرط انها تكون جديده غير مالوفه وغير مستخدمه على الاقل في محيط دايره نص قطرها 1000 كيلومتر من المولود وامه وقرايبهم وصاحبتها واللي يتشدد لهم. تتصل باختك تقول لها خلاص لقيت لك
لك اسم ما فيش حد في العيله سماه قبل كده، سميها بريشكا. يقول لك اتنيل، بنت عم زميلتي في الشغل لسه مسميها لبنتها من 10 سنين. ليه حاجه من العجائب والغرائب المعاصره انتشار الاسماء الاجنبيه المقتبسه من الافلام والروايات وكتابتها غصبا واقتدارا بحروف عربيه. فبقينا نلاقي بنات اسمائهم روبانزل وكريسيدا ولوسيندا. يعني انا ما عنديش مانع يسموها سحليه، مش مشكله، بس انتوا متخيلين ان انا لو دخلت الفصل بتاع بنتي مثلا واسماء زمايلها كلهم بالشكل ده ونادت عليها هتحس كان اسمها نحمده جنبهم يعني. ده غير ازمه بقى مكاتب الصحه والسجل المدني اللي لسه لحد النهارده بيطلعوا شهاده الميلاد الاولى مكتوبه بخط اليد مع مساحه واسعه للاخطاء الاملائيه. ولف بقى يا عم الحاج على مكاتب السجل المدني صحح الاسم اللي الموظف معرفش يسمعه اصلا عشان انت تطلب منه يكتبه. وبجانب الاسماء الاجنبيه ظهروا قله من الشرفاء شديدي الانتماء للغه العربيه وقالوا لا لا يمكن ابدا نسمح للاحتلال الاجنبي بالسيطره على شهادات المواليد، وقرروا يعيدوا احياء اللغه العربيه من جديد واستعاده الاسماء العربيه الاصيله. والاسماء العربيه الاصيله دي مش احمد مثلا ولا حنان اطلاقا. الجماعه راحوا تشقلبوا في قلب المعجم وبحثوا عن اي كلمه عربيه مجعلصه وشكلها عميق كده، ولا حد من الصحابه اللي اسمائهم كانت مناسبه في وقتها مع ثقافه العرب وبيئتهم واعادوا احيائها مره تانية. فتلاقي واحده عاوزه تسمي ابنها جليبيب بهدف احياء اسم صحابي، مع ان مفيش اي دليل شرعي على استحباب احياء اسماء الصحابه او ان ليه اجر معين مثلا. والنكته انها في النهايه هتدلعه وتقول له يا جيلي، مش هتقول له جليبيب. او واحد يسمي بنته اشرقت، مع ان ده مش اسم حضرتك، ده فعل. او الموضوع يكبر مع الام وهي حامل بقى وهرموناتها تخلي عرق العظمه ينقح عليها فتقرر تسمي بنتها جولنار. يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض، تاني ده اسمه داغر، تالت ده اسمه فايد. فايد طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده اسمه اشرف. ايه اشرف ده اسم غريب قوي. ومجموعه تانية حبت تعلي على المجموعه الاولانيه وقرروا يقتبسوا كلمات من القران الكريم على اساس انها تبقى اسماء عربيه سليمه ومباركه طبعا بما انها من المصحف مباشره يعني. فقرروا يفتحوا المصحف واول كلمه يحطوا اصبعهم عليها تبقى هي اسم المولود. فنلاقي اسماء بقى زي سجى مع انها فعل برضه، واهله رغم انها اسم جمع، ووتين وغيرها. وكل ما حبيت تناقش الناس في معنى الاسم يقول لك يا عم ده مذكور في القران، ده هتكفر ولا ايه؟ ولا يعني عجبك اسماء المضادات الحيويه والكائنات الفضائيه والاعمال السفليه اللي عمالين نسمعها اليومين دول؟ العامل المشترك بين كل دول انك ما ينفعش تساله عن معنى الاسم فيرد عليك بكلمه او بجمله قصيره من كلمتين ثلاثه مثلا. لا خالص، يوم مطلع لك الموبايل من جيبه ويفتح صفحه كامله لشرح معنى الاسم ومكنوناته الدفينه عشان يوريك قد ايه هو عميق. دلوقتي عاوز افكرك بحاجه مهمه قلناها في الاول قبل ما تقفش مني يعني. انا قلت لك اني لا مع ولا ضد، انت حر تسمي اطفالك باي اسم ومش من حقي ولا حق اي حد انه يعترض على اختيارك يعني. وخد بالك اني قلت لك ده مش من حقي، بس ما اقدرش اضمن لك ان كل الناس هتراعي ان ده مش من حقها. وللاسف اللي بيحصل على ارض الواقع ان ناس كتير مش بتراعي الحق ده بالفعل، وده في حد ذاته بينعكس على نفسيه اولادنا وتفاعلهم الاجتماعي مع زمايلهم وقرايبهم على مدار عمرهم. اختيارك لاسم قديم او منفر او بيضحك او غريب هيقابله سخريه وتنمر وعلامات استفهام طول الوقت في كل مره هتقدم فيها ابنك للناس او هو يضطر يقدم فيها نفسه للناس. في المدرسه مثلا انت تقدر تناضح وتعاند وتقول انا هسمي ابني شرفنطح واللي مش عاجبه يسيب البلد ويهاجر، بس للاسف مش هتقدر تمنع ناس كتير تقابل ابنك من انها تتريق عليه وتتنمر بيه والقلش كل ما يسمعه اسمه يعني. والمؤسف ان الموضوع بالنسبه لك انت ممكن تتقبله وتصد اللي يتكلم وتخرشه، انما بالنسبه للطفل وهو في الحضانه او المدرسه او اي مكان بيواجه الناس فيه لوحده مش هتكون عنده نفس القدره دي. مش هيعرف يمنع مدرس ما عندوش قدر من المهارات التربويه انه يتريق عليه ويضحك عليه زمايله، او مش هيقدر يمنع زمايله نفسهم من ان هم يتريقوا عليه ويسخروا منه السخريه اللي ممكن تنعكس على ابنك بانه يقرر يتجنب المواقف الاجتماعيه وينطوي على نفسه ويقرر ما يتعاملش مع ناس كتير ويحتفظ بعلاقاته قليله جدا، او يتجنب حتى انه يقوم يجاوب ويشارك في الفصل عشان المدرس ما يسالهوش اسمك ايه، او العكس يكون عدواني ويضرب ويخربش دفاعا عن نفسه وتفريغ شحنه العدوان اللي جواه، ويلجا هو كمان للشتيمه او الالفاظ المسيئه عشان يدافع عن نفسه ويفضل في دوامه الاسم اللي انت اخترته له لحد ما يكبر ويبقى في سن يسمح له يتفهم الدوافع اللي انت اخترت الاسم عشانه. لكن ممكن جدا ما يسامحكش، هو هيفهم انك لما سميته جعران كنت بتقدر والدك وعاوز تسعده، بس في نفس الوقت هيقول لنفسه طب وانا ايه ذنبي في اسم يضحك عليا الناس طول عمري لمجرد انك قررت تضحي بيا وتسعد جدي. نقطه تانية لازم نذكرها وهي المشاركه في اختيار الاسم. الجدل الكبير والخناقه العائليه اللي بتقوم بين باباك ومامتك وحماك وحماتك والاهل والاحباب حوالين مين الاحق بتسميه المولود، وساعتها هتظهر اراء كتير حوالين الموضوع. راي هيشوف ان الراجل صاحب القوامه وصاحب البيت وهو اللي مسؤول عن كل الامور المصيريه، اذا هو صاحب الراي الاوحد في عمليه اختيار المولود، وغالبا ما هيكون اختياره يا اما على اسم حبيبته القديمه او الاسم اللي كان مختار يسميه هو وحبيبته القديمه لولاده.
ولادها، او اسم من اختيار مامته واخواته وهو عاوز يسميه ويبين انه صاحب الكلمه الاولى والاخيره في الموضوع، او يسميه على اسم ابوه وينجز. والراي المقابل هيشوف ان تسميه المولود هي ابسط حق من حقوق الزوجه اللي حملت وتعبت وولدت ولسه هتسهر وترضع وتغير وتدادي وتطبطب العمر كله، واللي اكيد هتختار اسم بناء على استفتاء شعبي يستمر طول 9 شهور لاختيار الاسم الفريد اللي مفيش لا قبله ولا بعده. المشكله هنا بقى في نقطه التصادم لو الزوجين مختلفين واخدينها عنده، وبقيه الاطراف الغير معنيه بالامر من الاهالي معتبرينها مساله كرامه ومستنيين يشوفوا مين اللي هيفرض ارادته وهيسمي الاسم اللي هو اختاره. والحقيقه ان ده شيء مؤسف جدا، يعني انك تضطر تنادي ابنك طول عمرك باسم انت مش راضي عنه او مش على هواك. وبالمناسبه الموضوع ده عند الستات مزعج اكتر يعني، وخصوصا مع اكتئاب الحمل وما بعد الولاده وفي التوقيتات اللي هي اصلا مش طايقه شبشب الحمام اللي لابسها، فتيجي انت بكل تهور وتجبرها على تسميه المولود من غير ما تتفقوا وتزود احساسها بانها مجبره على كل حاجه ابتداء من الحمل والولاده وحتى اختيار اسم المولود. وهنا مضطر اقول لك ان الامر اللي ممكن تشوفه بسيط وما يستاهلش كل ده هو عند الستات يستاهل جدا بالفعل يعني، ومش بيتنسي عندهم للاسف في وقت احنا كرجاله بنشتكي من ازدياد معدلات التمرد وظاهره الفيمينيزم والستات اللي مش طايقه حد يديها اي توجيهات في الحياه. هتيجي انت تعامل زوجتك بدون اهتمام لرايها، فانت بتحطها في ضغط هي مش شايفاه حواليها، الشيء اللي بيعرض حياتك للخطر. اسمع مني انا وما تستهونش بالكلام ده، انا خايف عليك. والخلاصه حضرات، عمليه اختيار اسم المولود هي عمليه السهل الممتنع. هقترح عليك مش بجبرك، اختار اسم سهل في النطق والاملاء والفهم، ما تحتاجش تشرحه ولا ابنك يحتاج يبرره ويقنع الناس بيه او يحتاج يشيل معاه وثيقه ترجمه توضح معناه. اسماء الاباء والاجداد مش واجب قومي، والترضيه ما تكونش على حساب ابنك وصحته النفسيه والاسم اللي هيلزق فيه طول عمره. شارك زوجتك في اختيار اسم المولود، اتفقوا على انك هتسمي البنات وهي تسمي الصبيان او العكس، اعملوا قرعه جاملها مره وهي تجاملك مره، انما اياك والغصب او تسميه المولود بدون رغبتها او العكس. وارجوك ارجوك بلاش اسماء المضادات الحيويه عشان احنا تهرينا والله، ويتربى في عزكم ان شاء الله.